مندوبا عن الدكتور نبيل الشواقفي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رعى الدكتور عاطف الخرابش نائب رئيس الجامعة لشؤون البرامج الدولية والاستثمار فعاليات اليوم الطبي البيطري الثالث، والتي نظمته وحدة التنمية وخدمة المجتمع بالتعاون مع مديرية زراعة وادي الأردن في منطقة دير علا، بحضور الدكتور محمود الحبيس مدير الوحدة ومدير زراعة وادي الأردن المهندس عبد الكريم شهاب وعدد من مسؤولي الدوائر الرسمية والأهلية في المنطقة وممثلي عن المجتمع المحلي، بالإضافة إلى حشد من مربي الثروة الحيوانية. الدكتور الخرابشي قال في افتتاح فعاليات اليوم الطبي البيطري: أننا نلتقي في هذا اللواء الطيب بأهله والمستحقين منا كل الاحترام والتقدير، والذين سطروا التضحيات وتحدي الصعاب في سبيل أعماره. يأتي هذا اليوم العلمي الثالث من نشاطات وحدة التنمية وخدمة المجتمع، ويهدف إلى تقديم أدوية بيطرية للمزارعين في منطقة وادي الأردن، حيث سبقه يومين، الأول كان في قضاء زي والثاني كان في قضاء يرقة، وهذا جزء من الأهداف الرئيسية اللي أقامتها جامعة البلقاء، بحيث أنها أنشأت هذه الوحدة لتكون نواتها في التفاعل والتعامل مع المجتمع الخارجي وتطوير الكفاءات العلمية الموجودة في الجامعة، بحيث أنها تزيد الاهتمام وتزيد أواصر التعاون ما بين الجامعة وما بين المجتمع المحلي. وهي جامعة البلقاء هي جامعة ممتدة في كافة أرجاء الوطن، وتفخر بهذه الإنجازات وتفخر بهذا التعاون الذي يشمل كافة أنحاء الوطن من معان إلى الرمثة، والجامعة تفتح ذراعيها إلى كل هذه النشاطات والاقتراحات، سواء كانت مقدمة من المجتمع المحلي أو أنها الجامعة في بعض الحالات تضطر هي إلى تقديم هذه الاقتراحات لتطوير النشاطات أو تطوير الموارد، سواء هذه الموارد زراعية أو تعليمية وغيرها. ومنطقة وادي الأردن معروف أنها منطقة تعتبر سلة الغذاء الأردني، وللجامعة اهتمامات بحثية واهتمامات تنموية فيها، وما زالت تقدم الكثير لخدمة منطقة وادي الأردن. من جانبه أوضح الدكتور محمود الحبيس مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي أن هذا اليوم الطبي البيطري المجاني هو الثالث الذي نظمتها الوحدة، حيث غطت الأيام المجانية السابقة قضائي زي وعلان وقضائي عيرة ويرقة. الواقع أن هذا النشاط جاء استمرارية لدور وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي في فعاليات التي قامتها منذ 4 سنوات. حقيقة هذه الوحدة قد نشطت في عدة مجالات كثيرة، في مجال الاهتمام بالشباب وأيضا في خدمة النساء والأطفال. اليوم نحن نهتم بقطاع آخر مهم جدا جري على عادتنا. اليوم احنا قدمنا هذا النشاط في مجال خدمة مزارعين لقطاع الثروة الحيوانية. جامعة البلقاء هي جامعة خدمية موجودة على مساحات الوطن جميعا على المحافظات. انتقلنا إلى لواء دير علا لأن هذا النشاط هو يخدم شريحة مهمة جدا في مجال التنمية الزراعية. خدمة المجتمع المحلي هي التنمية في كافة المجالات. التنمية هنا ليست المقصود فيها البشر لوحدهم، إنما أيضا يتعدى ذلك لمربي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية في الأردن قطاع حيوي مهم جدا، لديه مشاكل ولديه تحديات. ليس الهدف فقط هو تقديم هذا اليوم المجاني، إنما هو حقيقة دعم لفكرة قدموها لنا هذه المؤسسات الداعمة لنا. كما تعلموا إذا لقيت نظرة على هذه المؤسسات الشركات ستجد أنهم المنظمين بالأساس لنا. الشركات التي دعمت هذا الموضوع اليوم، هذه الحملة، هي التي أرادت أن ننتقل إلى هذا اللواء لأن هناك أيضا مشاكل وتحديات أمامهم. أنا حقيقة أتوجه بالشكر الجزيل إلى هذه الشركات الداعمة لنا. أشكر أيضا مربي الثروة الحيوانية على وجودهم واستمراريهم على الرغم من الظروف القاسية التي يمرون بها، وهناك كما تعلم ظروف مادية. قد بذل الشركات الداعمة لنا جهود نوعية، أنهم حريصون أيضا على استمراريتهم بتأمينهم بنوعية أخرى من الأدوية. بدوره أكد المهندس عبد الكريم شهاب مدير زراعة وادي الأردن
أن وزارة الزراعة تقوم بتقديم الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية مجانا لكافة مربي الثروية الحيوانية، وذلك للحفاظ على القطاع الهام وتطويره والحفاظ على صحة الإنسان من خطر الأمراض المشتركة. هذه المبادرة وهي اليوم الطبي المجاني البيطري المجاني قامت فيها طبعا وزارة جامعة البلقاء التطبيقية، وهذا عمل تشكر عليه، وخاصة وحدة التنمية في هذه الجامعة. طبعا يعني احنا بالنسبة لنا في وادي الأردن بالتعاون مع مديرية زراعة وادي الأردن نشجع هذه المبادرات لما فيها خير لمربي الثروة الحيوانية، وخاصة أن هناك شركات ومصانع قامت بالتبرع باللقاحات والأدوية والعلاجات من أجل دعم مزارعي الثروة الحيوانية. طبعا احنا في مديرية زراعة وادي الأردن دائما نمد أيدينا لكل الشركاء سواء في القطاع الخاص أو العام من أجل خدمة الزراعة والمزارعين في هذا الوطن. يعني بدوره قدم عدنان الخدام ممثل عن المجتمع المحلي الشكر لجامعة البلقاء التطبيقية لتنظيم هذا اليوم الطبي ولدعمها قطاع الثروة الحيوانية، داعيا أن تقوم الجامعة بتكرار تنظيم مثل هذه النشاطات مستقبلا والتي تصب في دعم وصمود مربي الثروة الحيوانية في وادي الأردن. باسمي وباسم مزارعي وادي الأردن ومربي المواشى في لواء دير علا، نشكر جامعة البلقاء ومديرية زراعة وادي الأردن والشركات الداعمة لهذا المحفل ولهذا اليوم على تقديمهم الدعم بالعلاجات البيطرية لمربي المواشي، متمنين على الجامعاتنا على باقي جامعاتنا أن تحذو حذو هذه الجامعة البلقاء لتكون هذه الجامعات شريكة بشكل مباشر مع مزارعنا بوادي الأردن وبالأردن لنسهم في ازدهار هذا وتنمية هذا الوطن. كما تعلم أنه القطاع الحيواني الثروة الحيوانية هي من أهم القطاعات بالأردن، وهي تشكل نسبة ليست ببسيطة وتأثيرها على الأمن الاجتماعي، فلذا يجب أن نحافظ بكل أركان هذه الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص لنحافظ على مربين المواشي، متمنين كما تحدثت سابقا أن تحذو هذه الجامعات حذو جامعة البلقاء. وفي ختام فعاليات اليوم الطبي قام الدكتور عاطف الخرابشة بتوزيع درع الجامعة على الشركات الداعمة، وهي شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية فابكو والمركز الأردني للصناعات البيولوجية جوفاك والشركة المتحدة لصناعة أدوية بيفيتكو ومصنع الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية ومصنع دار الدواء للصناعات البيطرية دارفيت والشركة العربية لصناعة الأدوية والمبيدات البيطرية موبيتكو.